الجهات جاهزة. انطلق موافق أعزائي الجمهور والحضور الكريم للجياد العربية الأصيلة 12 من الجياد سطام النايف خالد راشد كشاش المهندي بانطلاقة جميلة وقوية ومحاولات من الجهة الوسطى للجواد دلال البرور عاتيك عبد العزيز حامد البريد المري وعلي خالد المسلم خطوة بخطوة والجواد دلال البرور في الترتيب الثاني الصعب خالد الناصر حامد الفهد النعيمي والمعتصم البلوشي في الترتيب الثالث تراجع لسطام النايف خالد راشد الكشاشي المهندي وعدنان حوا بشكل جميل وقوي نش مبروك في الترتيب الرابع هداج خان في الترتيب الخامس في الترتيب السادس نشاهد عيالة المنعطف الأول اتجاها إلى المنعطف الأخير صعب بشكل جميل ومحاولات لغازي الجريان السيد محمد حمد بن خليفة العبدالله العطية ولوكومنتيري نعم غازي الجريان يخطف الصدارة محاولات للحاق من قبل صعب والجواد نشمي بروق وهداج خان ومحاولة لفهد النايف ولكن غازي الجريان في صدارة والجياد في اقتراب وفهدة النايف فالنايف ريسينج وجيمي جمبر الوصافة لغازي الجريان. ونتائج الشوط السابع أعزائي الجمهور والحضور الكريم جاء بالمركز الأول الجواد رقم 4 فهدة النايف ملك السادة النايف ريسينج والفارس جي بي جمبر والمدرب جاسم الغزالي مبروك بتوقيت وقدره دقيقة وعشرين ثانية ثلاث أجزاء من الثانية في الترتيب الثاني جاء الجواد رقم 6 غازي الجريان ملك السيد محمد بن حمد بن خليفة العبدالله العطية والفارس لوكا مانتيري في الترتيب الثالث جاء الجواد رقم 9 نشمي بروق ملك السادة مربط بروق والفارس متعب علي الصعاق في الترتيب الرابع جاء الجواد رقم 7 نومس الشجاعة ملك سيد حسن علي حسن المطوي الفارس إدواردو بيدروزا وفي الترتيب الخامس جاء الجواد رقم 2 هداج خان ملك سيد منصور بن مسفر حمد الشهواني الهاجري والفارس إيفيان روسي ألف مبروك لأصحاب المراكز المتقدمة وحظا أوفر للذين لم يحالفوا المحط أعزائي الجمهور ننتقل وإياكم والزميلة ديما